كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. اسمحوا لي بدالة صوتي، راني ضاربني البرد، اسمحوا لي وقبلوا عليا. المهم انا نط اليوم درت هذا البسكوي، هذا كما كتشوفوا كيجي زوين، يعني قلت نشارك مع البنات العزازات عليا. المهم البسكوي كيجي هكا يعني مقرمش زوين البنات كيف ما كتشوفوا معايا، خصوصا هكا يعني بالنسبه للوليدات الصغار يعني غيعجبهم بزاف البنات. بالنسبه للسيدات اللي كيديو ولادهم المدرسه وما كيعرفوش شنو غيديروا ليهم هكا في الماكله ولا هذا، يعني هذا البسكوي كتعرف راسك بعدا يعني شنو درتي فيه بيدك، حسن ما تشري ليهم شي حاجه ديال الزنقه يعني وكتبدل لهم هكا داك الروتين. وحتى في الكوتي هكا كيجي زوين بزاف البنات. المهم تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير البنات، كما كتشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير راه بساط بزاف، يعني في متناول الجميع لما كنظن البنات، يعني المقادير موجوده في جميع البيوت. اول حاجه غنحتاجو مولينكس، يعني هي فاش غنخلطو المكونات ديالنا. غنحتاج واحد القبصه ديال الملح، وغنحتاج واحد جوج ديال البيضات متوسطين بحراره المطبخ، غنحتاج واحد الخليط ما بين الزبده والزيت، كاس عنبه، نعبر بكاس عنبه. تقدروا ديروا الزيت كامل ولكن من الاحسن ديروا الزبده، حيت الزبده كتعاون البسكوي باش يجي هكا هشيش ومقرمش. غندير واحد الكاس ديال السكر سنيده، غندير واحد المعلقه ديال بيكنج باودر خماره الحلويات، غندير واحد الفانيليا كما كتشوفوا معايا البنات. تقدروا تزيدوا في النكهه قشور حامضه ولا اللي بغيتوا. غنديروا الدقيق حسب الخليط، واكيد غنديروا واحد المعلقه د مايزيرا اللي غتخلي هذا البسكوي يجي رائع البنات. وانا واحد الحاجه عجيبه، هذا المشط البنات راني كنستعملو خصيصا للحلويات، يعني كيعطيني واحد الديكور زوين البنات، وكيساعدني اكثر حسن من داك كيردو او لا فورشيت، يعني كيجي هكا يعني الثقب ديالو كتعطيني واحد الديكور اللي زوين. وانا دايراها يعني خصيصا الحلويات، حاطه في الكوزينه وقت ما غندير حلويات كنجبدها، يعني خصيصا لهذا المجال البنات. المهم في مولينكس غادي ندير جميع المكونات الا الدقيق والخماره البنات. تقدروا تستعملوا خلاط يدوي، ولكن ضروري الزبده تكون مذابه، يعني تكون سائله باش يتخلط معكم الخليط مزيان، حيت الا درتوه هكا لينه اولا قاصحه غادي تخليكم دوك الحبيبات في الخليط، ما غاديش تخلط لكم مزيان. اما بالنسبه للمولينكس فتقدروا تستعملوها هكا يعني لينه ولا قاصحه، يعني هي غتخلط لكم في مولينكس، ولكن خلط اليدوي لا. المهم غنستعمل فانيليا، تقدروا تزيدوا هنايا قشور الليمون ولا ديروا النكهه اللي كتفضلوها نتوما، انا فضلت نخلي هكا يعني بسيط هكا بفاني، يجي فيه غير المذاق ديال الفاني. هنا خليت الدقيق والخمارة البنات، صافي غنخلط المكونات مزيان تنحصل على واحد الخليط اللي هكا كريمي كما كتشوفوا معايا. غادي نخوي الخليط في البول ديالي باش نكمل يعني الخلط هكا، باش ندير الدقيق والخمارة اللي بقات لي. يعني الطريقه بسيطه البنات، يعني ما فيهاش زعما شي حاجه اللي كبيره وما كنحتاجش بزاف ديال المجهود، يعني دغيا كيوجد معانا وكيجي المذاق ديالو تيقول الناس كيجي رائع، وخصوصا انا كنأكد على الدراري الصغار حيت غيعجبهم بزاف، يعني سواء الكوتي سواء المدرسة. هنا البنات غنعطيكم فكرة، بالنسبة للعجين تقدروا تفرقوه للنصف، يعني ديروا النصف بالكاكاو مر وديروا النصف الاخر، يعني تكون فيه النكهه ديال الكاكاو يعني الشوكولا، وتقدروا تخليو النصف الاخر تكون فيه النكهه ديال الفانيليا، يعني تقدروا تفرقوا الخليط ديروا كاكاو مر وتخليو النصف الاخر ديروا ليه غير فانيليا، هكا تخليو فيه ديك النكهه ديال الفانيليا يجي ابيض صافي، يعني هكا وتقدروا تلاصقوهم وديروا لهم الشكلاط. انا فضلت نديرو بسيط هكا يعني كيجي رائع بسيط، يعني بغيت نخليه هكا يعني باش تشوفوا معايا البنات، يعني بغيت نخليها هكا بسيط. غادي نخلط ديك الخميره مع الخليط بالخليط اليدوي، غنحيدو ونستعمل يديا حيت الخليط اليدوي ما غاديش يساعدني، اما يدي كنتحكم بها في الخليط و كيف ما كتشوفوا معايا صافي. غنبقى نخلط بالاطراف ديال الاصابع ديالي
وغنبقى ندير الدقيق حتى نحصل على واحد العجين لين. انا غنوريكم القوام ديالو البنات، يعني الريب اطراف الاصابع ديالي، وراه ضروري كيتلصق معاكم، ولكن عادي البنات حيت راه كيف ما كتعرفوا راه فيه الزبده كتشرب داك الدقاق، يعني عادي انه يبقى يلتصق. انتوما بشويه عليكم حتى تحصلوا على القوام اللي غنوريكم دابا البنات. صافي نبقى نخلط هكا اطراف الاصابع ديالي، صافي. وهذا هو القوام اللي حصلت عليه البنات، يعني قوام لين، عجينه لينه ورطبه، وراه مازال كتلصق معايا عادي البنات، يعني خاصك تلصق معاكم غير ديروا ليها الدقيق اللي يكفيها صافي. المهم هنايا دهنت الطاو ديالي بشويه الزبده ورشيتها بشويه ديال الدقيق. صافي هنايا خديت بلاستيكه نقيه البنات، يعني عاديه خديتها ومازال كتلصق معايا، يعني درت الطحين مزيان تحت البلاستيكه وفوق من البلاستيكه هكا صافي، وغطيت وبديت كندلك. تحصلت على واحد السمك اللي قياس ديالو واحد سنتيمتر تقريبا، وهنايا احتاجيت المرط، يعني هي صراحه باقا جديد داكشي باش عذبتني شويه ملي كنت كندير دوك الثقوب في العجين. نحاولوا نوركو عليها شويه على حسب باش ملي نديرو بسكوي هكا في الفران يتنفس وما يتنفخش، يعني هاد المرحله كتعاون. صافي البنات غادي نثقبو كامل. انا استعملت غا كاس، نتوما تقدروا تستعملوا اي قطاعه بغيتوا، يعني اي ديكور نتوما ترتاحوا فيه اولا وليداتكم كيرتاحوا فيه استعملوه. انا استعملت كاس، يعني بغيت البسكوي ديالي يجي عادي وبسيط كما كتشوفوا معايا. السمك كما كتشوفوا كان راه باين، يعني راه كيجي تقريبا واحد سنتيمتر، يعني كيجي رقيق باش هكا ما يتنفخش لنا في الفران. وهنايا كنكون شعلت الفران ديالي واحد جوج دقائق ثلاثه دقائق قبل. صافي غادي نبدا نصاوب البسكوي ديالي في الطاوه كما كتشوفوا معايا البنات، نقطع العجين ونبقى نستمر بحال هكا حتى نصاوب البسكوي كامل. المهم انا تندير بسكوي هكا في الطاوه، يعني انا راه درت طاوه اخرى صغيره ضيجه، يعني راه عطاني هاد الطاوه هذه اللي كبيره وعطاني طاوه صغيره، يعني تبارك الله راه كيعطي كميه وفيره، يعني بجوج بيضات تقدروا ديروا اربعه البيضات اللي بغيتوا البنات، سته البيضات يعني تعطيكم كيف كميه يعني مزيانه. عفوا صافي غندخل البسكوي ديالي للفران كيف ما كتشوفوا معايا، وغنقص، يعني غندخل البسكوي وغنقص الفران، غندير نار مهيله، يعني ماشي مهيله بزاف، تكون هكا يعني عادية متوسطة. صافي البنات نخليه يطيب من الفوق ومن التحت، وغادي نعطيه واحد يعني واحد الشكل اللي هكا ذهبي ملي يكون كيطيب من التحت. صافي البنات وهذه هي النتيجة ديال البسكوي ديالنا، كيجي زوين بزاف البنات، نتمنى انكم تجربوه ليكم ولوليداتكم، كيجي زوين هكا في كوتي او حتى الوليدات الصغار كما قلت لكم ديجا. كنتمنى يعجبكم البنات هذا الفيديو هذا، ونتمنى تدعموني بلي لايك الزوينين ديالكم والاشتراكات ديالكم. شكرا بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد وبسلام عليكم.